مرحبا بكم معنا في الحلقة ديال غدا. موضوعنا غادي يكون على كثرة التعرق على مستوى اليدين بالنسبة للطلبة والتلاميذ اللي تيوقع لهم هذا المشكل في الفترة ديال الاختبارات وديال الامتحانات نظرا للتوتر والضغط اللي كيكونوا كيعيشوه. شنو هو الحل؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه مع الدكتور عبد الله مرتقي، طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. وما تنساوش خليوا جميع الأسئلة ديالكم في الجهة الخاصة بالتعليقات وان شاء الله غادي نجاوبوا عليها.